السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف حاجة كده، شوف دروينج. لو أنا عندي الحيطة وفيها كذا لير، اللير دي تلف لما في آخر حيطة، ولا إيه اللير اللي تكمل وهكذا؟ طيب في أركتكتشر هقول له أنا عايز وول، وهبدأ أختار وول يكون فيها تفصيل. يعني في لير بتبقى واحد لير واحدة، أنا عايز مثلا الإكستيريور ديت. لما باجي برسم الوول ما بيبقاش معايا تفصيل خالص، هو زي ما انتوا شايفين. تمام. طيب لو انا عايز تفصيل تظهر، لازم اجي هنا واقول له انا عايز فاين، فيبدا يظهر لي الحيطه التفصيل دي. خلي بالك الحيطه في اخر لير بتبدا تلف معايا بشكل دوت. طب انا عايز اخليها تكمل ما تلفش في الاخر، يعني انا بقول له هنا ان اخر لير دي هتلف كده وتيجي هنا تقفل الناحيه دي. طيب خليني اعمل سيلكت عليها واقول له اديت، واقول له اديت. خلي بالك الكلمه ديت رابس، ممكن اقول له ايه الفينش ده، انا عايز يلف او ما يلفش معايا. طيب يعني ممكن اشيل مثلا كل دول وخلي بس اخر لير اللي هي فينش 1، واقول له اوكي، واقول له ابلاي. هتلاقي بس ان اخر لير هي بس اللي لفت معايا هنا وهنا. تمام. طب لو عايز اخلي اللير التانية برضه هي اللي تلف، اقول له ايديت. طيب واقول له ايديت، واروح معلم على اللير دي برضه واقول له اوكي ابلاي. هلاقي اللير دي هي لفت معايا. طب فرض ان في باب مثلا موجود، دور اهوت حطينا اهوت بالشكل دوت، طيب انا عايزه الحيطه هنا تيجي عند الباب وتعمل برضه رابس بالشكل دوت. طيب خلينا نمد الباب كده اهو، اقول له اديت للوول مش للباب، واقول له تعالى هنا بريفيو. ده هنا في الفلور بلان عامل هو بالشكل دوت. ممكن اقول له ايه إن لما يحصل الترستك، اقول له ايه هيعمل ديفولت رابنج ليه الاكستيريور، اللي هو ان الاكستيريور اللي هو الجزء دوت، ولا للانتريور. مثلا ممكن اقول له للانتريور. طب في الانت للاكستيريور. طب لو عكسناها وقلت له لا خليها للانتريور ونشوف اللي هيحصل. الانتريور اللي هو دوت اللير ديت. تمام. خليني اقول له اديت، واقول له خلي ده برضه هو اللي يلف بالشكل دوت. تمام. انا هنا بختار لما يكون في باب للانتريور، لما يكون في الاند انتريور، واقول له اوكي. اوكي كمان. هتلاقي الجزء ده اللي هو الانتريور هو اللي بيلف معاك، والجزء اللي هو الاكستيريور واقف زي ما هو. ده هنا في الباب، الباب بسبب ان احنا مختارين الجزء دوت الانترسكت دوت. يعني في الانترسكت ممكن تقول له ايه لا ده انا عايزها ما تعملش راب خالص. اوكي. هتلاقي دي اختفت بالشكل دوت.